شايف تصريحات الأستاذ أنمار الحائل رئيس نادي الاتحاد اللي أعرف فيه عن غضبه بعدم التعاقد مع محمد صلاح وفان دايك ودي بروين، شايفها من وجهة نظرك إزاي؟ تعرف في كان مسلسل زمان اسمه مسلسل صح النوم، تمام، هذا صح النوم يعني أنت بعد الهنا بسنة جاي تتكلم عندك كل المقومات اللي تساعدك، أهمها أنك أنت لو رفعت السماعة على أكبر مسؤول وقلت له أنه كذا 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 ونحن في فروقات وأنه نحن نحتاج دعمكم، ما حيقصر المسؤول. لكن الوضع كان عاجبك على كيفك وماشي الأمور، لما يعني وجدت في ضغوط جماهيرية، لما وجدت الجماهير بدأت أنها هي تأخذ موقف منك، لما شفت الإعلام أنه هو أصبح إلا أنت كان يعني واقف معك ودعمك السنوات الأربع سنوات، وجدت كل اللي حولك أنهم موجودين معك، اضطريت انك تطلع وتمسكت بقشة سعد اللذيذ. سعد اللذيذ الطيارات معاه، شفنا راحته مع محمد صلاح، كان بامكانك انك تطلع اعلاميا وتقدم استقالتك على الاقل والناس حتعرف، لكن انه كل لبيب بالإشارة يفهموا او انه ليس كل ما يعلم يقال، لا، هذه انه للاسف الشديد اقول ما عرفت معنى قيمة وحب جماهير الاتحاد لناديها ولا المناسبة اللي هو وجود نادي الاتحاد في مهفل عالمي، وكان لابد أنك تتخذ كافة الإجراءات اللي تضمن حصول نادي الاتحاد على كافة الحقوق الفنية بما يكفل ظهوره في هذا المحفل بمستوى مشرف، ولا يمنع أن يكون طموحاتك تحقق بطولة سهلتها لك الدولة في أنك أنت ممكن لو أحسنت التفكير وأحسنت التعامل معه.